السلام عليكم، معكم جان بلوشي مرة ثانية. أرحب فيكم من جديد. أول شيء حبيت أشكر الكل على المتابعة. وايد ناس قالوا إن جان ينزل فيديوهات خلف الكواليس، ينزل فيديوهات توتوريالز، بس ما ينزل معالجة. أكيد عنده أسرار. أي أسرار؟ ليش دي أي كنتاكي وأنا ما أدري. المهم هالمرة جايب لكم فيديو خصيصا المعالجة. تفضلوا. خلنا نروح طريقة المعالجة. انا اخترت لكم هالصورة. اهم شي تكون الصورة صح والتكوين صح والاضاءة صح. مو اختار لي اي صورة وقاعد اعالج فيها. لا. هاي الاضاءة اعدادات الكام ما اتذكر بالضبط. بس تقريبا الشتر خليته على 125. والابرتشر 5.6 او 6.3. الايزو 100 طبعا او 200 بالكثير. واستخدمت اضاءتين. اضاءة واحدة سوفتوك جهة اليمين. قصدي جهة اليسار وايد تخربت بين يمين ويسار. والإضاءة الثانية اللي هو فلاش دايركت اللي هو سبيد لايت ورا الموديل. تلاحظون في إضاءة هني بس عشان إفكت. وأستخدم تريجر حق التوصيل حق الوايرلس. وهني أنا صورت لكم رو والجي بي جي. أنا بختار رو بسوي دراج في لايت روم. تقدرون تسوون فايل امبورت تختارون الصورة بس دراج اسهل اتوقع. سوي امبورت. اوكي هاي الصورة دبل كليك. اوكي نروح على ديفلوب. تلاحظون ان في عمود اللي هو الستاند طالع. احنا نقدر نشيلها في الفوتوشوب احسن اضبط يطلع لنا. فخلينا نعدل لايت روم حق الاضاءة احسن شيء حق اللايتنج وحق الكالرز. اول شيء عندنا التمبريتشر. انا بغير اللون اللي ابي مثلا انا بسوي شوي ازرق او بني. بسوي دبل كليك النص اللي هو طبيعي بميل شوي ازرق يعني الوايت بالانس. الاكسبوجر اذا رفع عليه تلاحظون الفرق. ترى مو كل شيء المفروض تعرفون معنات اكسبوجر شنو معنات ريكفري شنو. لا تغيرون فيه تلاحظون الفرق انه شنو التغيير اللي يصير. الريكفري اكثر شيء استخدم حق الخلفيه مثلا لون السماء. تلاحظون لون السماء شلون يتغير. اوكي بخلي في النص. في اللايت العكس تلاحظون اللون الغامج اللي يتغير. اوكي بزيد عليه شوي. مو كل شيء تروح مره واحده تسوونه 100%. لا كل شيء له حدود. فبخلي في النص. والبلاك طبعا عشان ارفع البلاك بزيد عليه شوي مو وايد. البرايتنس انا ما اجيزه شخصيا. الكونتراست حق تشبع لوني مثلا بزيد عليه شوي. الكلاريتي انا لاحظت انه وايد مصورين سيدس يزيدون على الكلاريتي 100%. لا خاصه عندك اذا تصوير بورتريت كلوز اب يزيدون على كلاريتي. لا طبعا اي شخص تبون تصورونه ويبي يطلع حلو في الصور مو تزيدون على كلاريتي. اوكي الشياب عجايز يتصورونهم تعطون اللي هو التجاعيد في الوجه تقدرون تزيدون كلاريتي. بس حق الشباب والشابات طبعا تسوون شوي او ما تجيسونه. بس هني ما عندنا كلوز اب صاير وايد نبي الخلفيه شوي افكت فازيد على الكلاريتي شوي. الفايبرنس اللي هو الالوان تلاحظون في الفرق نفس الشيء ما اروح ازيد 100%. كل شيء له حدود بزيد عليه شوي. انا عندي طريقه عاده اسوي ازيد الوايبرنس اخر شيء واقعد على الساتوريشن انقصه. بس هاي الطريقه ما تناسب هالصوره فاسوي دبل كليك دبل كليك فازيد على الوايبرنس شوي والساتوريشن شوي مو وايد. نيت حد هايلايت ساعات تشوفون ان في اماكن صاير اوفر لايت ازي انقص على الهايلايت. بس هاي الصورة اوكي ما لاحظ فيها اي شيء فاسوي دبل كليك ما اجيزها. هني عندنا الشغل حلو. الالوان اللي عندك هني تختار اي لون تغير بس نفس اللون مثلا لون الاحمر لون السيارة بغير عليه. تلاحظون انه لون السيارة بس
اشوفها اوكي، انا بزيد عليه بنقص عليه. اوكي حتى اللون البنفسجي هنا بعد لون سيارة نفس الشيء. لاحظون شوي. اوكي انا بغير لون الجينز، ما بغيره، انا بسوي اغمد شوي، اختار لون الازرق. اوكي طيب افتحه. اوكي نيتحل هاي كله موجود. زين ساعات نشوف الصورة انه صاير نويز عقب كل التعديلات اللي فوق، اكيد بيطلع نويز حتى لو رو، وطبعا يعتمد على الكاميرا، اذا عندك فول فريم ما يطلع نويز وايد، فهاي الصورة نحل في نويز شوي مو وايد شوي، ف نويز ريمو ريدكشن ازيد عليه شوي، مو مرة واحدة 100% بيروح الشاربنس في الصورة، ازيد عليه خلي في النص او شوي. اوكي دبل كليك عشان بس كليك واحد عشان يصير زوم اوت. تحت 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 مي هني اللي هو البوست كروب هايلايت الاماونت. لاحظت بعد وايد مصورين يدال يسوون مرة واحدة كذا، لا كل شيء لا حدود، كل شيء لا حدود قصدي. اوكي نروح انقص عليه شوي المد. اوكي خلاص كل هالايت روم. اريد اقول بالممارسة تعرفون ان اي صورة تناسب اي معالجة. تلاحظون الفرق قبل التعديل وعقب التعديل. زين الحين نروح نسوي فايل اكسبورت سيم فولدر از اوريجينال، نختار عشان تفرقون بين الايديتد والاوريجينال، نسوي فيه سب فولدر ايديتد كواليتي 100% ريزولوشن 300 اكسبورت. انا اوريدي مسوي اكسبورت مره بس اوفر رايت. خلصنا من شغل لايت روم، نروح نفتح سب فولدر، نفتح الصورة في الفوتوشوب عشان نضمن الصورة الأصلية. نروح نسوي دوبليكيت لير عشان تبقى عندنا الصورة الأصلية تحت، ونلعب في الليرات اللي فوق. بداية نبي نشيل العمود دي، اختار هالكلون الت نشيله. حق الشاربنس فلتر شاربن ان شارب ماسك، نروح نزيد في الاماونت في حدود 60 والراديوس 6.8 والليفل 2. مو شرط الارقام نفس الشيء، كل صوره لها تغييرها الخاص يعني، مو شرط. وبعد مو لازم تروحون تزيدون في الاماونت اخر شيء توصلون، لا كل شيء لحد يعني. سو اوكي تبون تشوفون الفرق تروحون كنترول بلس بريفيو تلاحظون الفرق. ابى ازيد غيوم، هاي السؤال وايد تسالوني شلون تحط الغيوم في الصورة، شيء سهل. انا اطلع برا اذا الجو حلو، اذا في غيوم في السماء اروح اصور الغيوم بس، حتى لو ما عندي منظر غيوم بس عشان يكون عندي لايبراري صور غيوم، عشان اي وقت اي صورة اقدر احط فيها. فاخترت لكم صورة غيوم هاي، اروح افتحها في الفوتوشوب. اوكي كنترول اي كنترول سي كنترول في، عندي صورة غيوم هاي اصغرها شوي احطها فوق عشان نغير ال brightness و داركن. اسوي كنترول ال زيد على ال. اوكي اهم شغلة الحين نروح نختار هني مكان النورمال نسوي داركن. انا عادة اسوي داركن بس مو كل الصورة اقدر اسوي داركن، مثلا هاي لا ما يناسب داركن، بسوي ملتيبلاي او حتى شيء ثاني تقدرون تجربونه تجيبون تحت. اتوقع ان ملتيبلاي احسن شيء. زين الحين سوينا ملتيبلاي، بروح اختار على اللير، اروح اختار على ذي المربع فيها دائرة، اطلع عليه يا اما اسوي كليك عليه
لازم يكون عندك ابيض واسود هني او العكس. راح اختار القلم او دايركت تاخذون المحاي وتمحون اللي تحت كل واحد. بس لاحظوا ان هاردنس يكون 0%. الاماكن اللي ما نبيهم ونقص في الاوبسيتي شوي اتوقع. اوكي بغير اللون الغيوم شوي، بخلي يناسب اللون، بسوي كنترول بي، بختار لون الغيوم كنترول بي. اتوقع اوكي كنترول اي عشان يكونون في صورة واحدة لمزج الصور. اريد اسوي لير ثاني، انا اي حركة اسويها اسوي في لير، مو شرط ان اي طريقة انا اسويه يكون هاي الطريقة الوحيدة، لا في مليون الف طريقة ثانية. يمكن انا طريقتي اصعب، في ناس يسوون شورت كات، فانا قاعد اقول لكم اللي انا اعرفه واللي انا تعودت عليه. الحين الاضاءة شلون اوزع الاضاءة، اسوي كنترول ماينس عشان انا اختار دي صوت اليد اللي هو البرن تول، اختار على الاطراف اسوي اغمج. لاحظوا ميد تون اللي هو الاكسبوجر 50، اغمج على الاطراف. اوكي واختار اللي هو الشادو، اطلع لي اغمج بعد على الاطراف. اوكي الحين سكيب كنترول بلس، نلاحظ ان انا بنسوي نغير الالوان الصورة شوي، كنترول بي او العكس شوي ازرق. اوكي زين انا بزيد الشاربنس في الصورة بس ما بخرب الوجه، فاسوي لير ثاني. اوكي لاحظوا فلتر اذر اللي هو هاي باس، اسوي تقريبا 6. اوكي اختار بدل نورمال اروح اسوي فيفيد، فيفيد لايت. سوون زوم ان، تلاحظون الشاربنس وايد اوفر صاير. اروح انقص على الاوبسيتي اسوي تقريبا في حدود 40، بس الوي مو عاجبني بسوي سوفتنس اكثر، فبروح باخذ المحاية بمحي لما الوجه مو الاطراف، لا داخل عشان يكون عندي الوجه سوفت. اوكي كنترول ماينس، تلاحظون الفرق، شفتوا الفرق؟ اوكي تقدرون كنترول اي عشان يصير صورة واحدة، كنترول ال وتغيرون على حسب. اوكي الحين مثلا انا بغير لون الازرق او لون البنفسجي لون السيارة، اروح ايميج ادجستمنت سيلكتيف كولرز، اللون الاحمر اللون البنفسجي راح اغير فيه. لاحظوا لون السيارة لما بسوي لون احمر، بغير لون الازرق اللي هو الجينز او الغيوم شوي، بختار لون بلو واغير. لاحظوا وخلاص الصورة. تبون اي افكت مثلا تروحون تسوون اللي هو الدوت تول، تفتحون الاماكن اللي تبون مثلا هني شوية بي عشان يبين الاضاءة. خلاص بغمج الاطراف شو ازيد، تبون تشوفون الفرق بين هاي الصورة الاصلية اللي عدلناها في اللايت روم هاي المعدلة في فوتوشوب. اوكي كنترول شيفت اي
هيا محين فوق راح فايل سيف از لان فاينل جي بي جي. اوكي ان شاء الله استفدتم من الفيديو ونشوفكم على خير. اول شيء راح اعدل المايك. اوكي لاحق كات.